من لقائنا مع فضيلة الشيخ طارق اللحام اللي بدي أعتذر منه على التردي بالكونكشن، على أمل لقاءات تانية بيكون في متسع من الوقت أكثر وأكثر. منتقل لنتابع أيضا عبر سكايب مع ضيفتنا سوفي كيلزي، معالجة نطق. سوفي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بونجور إلي. بونجور. يعني للأسف كورونا فيروس رجع ردنا للسكايب بفعل التباعد الاجتماعي وشروط التعبئة العامة للسلامة، لأن أرقام كورونا عم ترتفع بشكل مخيف وحالات الوفيات يعني عم بيكون في ارتفاع أيضا بعدد الضحايا. صحيح صحيح إلي. أول شغلة أنا بحب أقول على كل الناس الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ولألك كمان وعلى سلامة الجميع يا رب. صوفي، يعني الانفجار ترك تأثير كتير كبير على نفوس الصغار كما الكبار. اليوم انطلاقا من اختصاصك كمعالجة نطق رح نحكي عن تأثيره على الأولاد اللي كانوا قراب إلى موقع الانفجار، سمعوا هيدا الصوت بعدين شافوا، بعدين خوف الأهالي يمكن أو حتى الدمار أو الدماء على الوجوه. قد ايه ممكن تترك تأثير عند الأولاد وشو هي أول ردات فعل هذا التأثير السلبي؟ أكيد في تأثير إليه. هلأ كل ما كان الولد مثل ما قلت يعني تعرض للفاجعة. نعم صوفي صوفي. نعم. يعني بدكم طولوا بالكم علينا اليوم، مثل ما قلت في عنا وفود كتير ونشاطات كتير. مننتقل مباشرة إلى صالون الشرف بمطار بيروت الدولي. استمعنا إلى تصريح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة، وأيضا تحية للصليب الأحمر اللبناني وتحية للدفاع المدني فوج الإطفاء تحديدا اللي قدم أيضا ضحايا بفعل الانفجار. نرجع لك صوفي، وعذرا على يعني هيك التوقف، إنما هالحالة رح ترافقنا كل فترة بثنا المباشر. كنت عم بسألك صوفي، التأثيرات السلبية كيف بتظهر على الأولاد، بأي طريقة؟ بتبين بكذا شغلة إلي. فيها تبين أكيد كل ما كان الولد قريب على محل الانفجار أو تعرض هو لجروح أو حدا قريب كتير إله أو شاف اللي صار، كل ما بكون التأثير كبير. هلأ عنا كذا شغلة بيتأثروا، أكيد نفسياً بده يتأثر بتصرفاته، معقول يتأثر بحكيه، معقول يتأثر يصير إذا كان ما كان لو ما كان مجروح فجأة يصير عنده أوجاع، وجع بطن، وجع راس، يبين القلق بجسمه، يصير عنده أوجاع ومنهم أوجاع وهمية، هو بيكون خوفه عم بيتعبر بهذا الوجع. وكمان في تأثير ممكن يكون موجود على سمعه، هيدا بيكون تأثير مباشر من بعد الانفجار بفعل قوة الصوت. صحيح صحيح. وكل ما كان قريب كل ما بيكون معرض له. نعم. النقزة يعني شو تردداتها السلبية؟ قلتي لي بيعبر بكذا طريقة، ممكن يبطل يحكي، ممكن يصير يتأتأ، ممكن يصير عايش حالة خوف مستمرة. مظبوط. أكيد حالة الخوف معقول تكون مستمرة، يعني اللي صار ما حدا منا معقول ينساه. إذا نحن عم نضل ننقز على طبشة باب أو على صوت قوي، شو بده يكون الولد؟ يعني عنده بتكون الدرجة كمان أقوى، مع أنه هو ما بيعبر بنفس الطريقة، وكل ما كان صغير كل ما رح يعبر بحكي أو بكلمات. في أولاد يمكن تلاقي فجأة كانوا يحكوا كتير منيح مش حابين، ما بقى عم بيحكوا. يعني إذا بدك صاروا أولاد كتير ساكتين، منا مشكلة نطق بحد ذاتها، هي من وراء اللي صار. في أولاد يمكن كمان كانوا يحكوا كانوا كتير طلقين بحكيهم، فجأة يبلشوا يتأتقوا. أولاد مثل ما كنا عم نقول يصير في عندهم أوجاع، يضلون مع أهلهم وين ما تحركوا أهلهم بقلب البيت أو غير مطرح، يضلون حدهم، ما يكونوا عم بيقدروا يناموا بالليل، قبليتهم تغيرت، بتأثر على كتير أشياء عند الأولاد إلي. صوفي كيلزي كمعالجة نطق، قد ايه بتتوقعي يعني تشوفوا حالات نتيجة هالانفجار بصفوف الأولاد؟ ولما بنحكي أولاد يعني أنا أي فئة عمرية، بين 3 سنين 4 سنين بيكونوا بلشوا يحكوا، لأي عمر تحديدا؟ أنت صوبي للسؤال.
مظبوط مثل ما عم بتقول، 3 سنين وطالع تقريبا، يعني حتى الاصغر معقول الاصوات تزعجه، يخاف كثير من الاصوات. مشكلتها كمان الي انه كلنا عم نكون على الشاشات على نعم التليفونات، فالولاد عم بيتعرضوا عم بيشوفوا شو صار، فنحن كاهل لازم نقول لهم الحقيقه شو صار، ما فينا نقول لهم ما صار شيء، لانه الولد خياله كثير كبير وبيروح لبعيد. مش هيك نحن دور الاهل هلا هو يطمنوا الاولاد انه هاي الشغله صارت مره وما رح تعاود مرة، ورح يكون في أشخاص رح يتعاقبوا من وراها، هيدا خطأ. ما يفكروا إنه لأنه كلنا يمكن من إخواتهم يسمعوا شيء، لو الأهل ما دوروا تي في أو انتبهوا شو عم بيشوفوا الأولاد، يمكن حدا يجي على البيت ويحكي. الولد كتير بيسمع أشياء إلي بس ما بيرجع بعيدهم، فهون يمكن هاي الشغله تنمي لهم كثير مخاوف وهن خيفانين، فهون دور الاهل يرجعوا يحكوا بالموضوع، يعني لازم يرجعوا على اللي صار اذا ما رجع انحكى بهالموضوع، وهن يقولوا الحقيقه، هن يخبروا اولادهم شو صار حتى يعرفوا انه هاي الشغله صارت مره بس ما رح تعاود، وهلا هن بامان، لازم يحسوا بامان بامان كلي هلا. نعم. ما يكونوا عم بيفكروا اسرائيل او حرب للاولاد الاكبر، اكيد يعني ما لازم يروحوا على كل هالافكار. نعم، صوفي عنا صورة رح نشوفها وتشرحي لنا اياها، بس قبل حتى كمل بهذا الموضوع عم نحكي اوكي شفنا الصورة. قد ايه يعني هالآلة شو دورها؟ أي دور بتلعبه بمساعدة الأولاد؟ هيدا الكاسك نحن عم نتبرع فيه حاليا للاشخاص اللي كانوا كل ما كانوا قراب على الانفجار، كل ما دينيون عم بيونوا عم بحسوا بكثير انزعاج بدينيون، عم بحسوا حالهم عم بيسمعوا اصوات كل الوقت بس هن هو الاصوات مش موجودين من ورا. مثل ما قلت الضغط بيكونوا تضرروا دينيون، اوقات حتى بصير في السمع بخف، فهون هيدي الآلة هيدا الأباراي بيقدر كتير يحميلهم دينيهم لبعدين وقت يلبسوه هلا إذا كانوا عم بيتضايقوا، أو حتى للأولاد هيدا كمان بيترجلج للأولاد اللي القياس. نعم. بيريح لهم دينيهم، بيكونوا ما عم بيسمعوا، بضلهم يسمعوا أصوات قريبة كتير بس كل شيء صوت قوي بيتخفف بشكل كتير قوي، فهون بنكون عم نريح الدينين. الدينين بهالفترة هلا بحاجة للأشخاص اللي تعرضوا لرياحة، رياحة رياحة إذا بدك تقريبا كلية، يعني ما لازم يكون عم بيسمعوا ميوزك، عم بيحطوا إيرفون، عم بيسمعوا أصوات قوية، إذا كانوا قراب هن ببيروت عم بيسمعوا الأشغال، عم بيسمعوا التصليحات، عم بيسمعوا كل هالأصوات اللي كتير قوية لأنه بتعب لهم دينيهم أكتر. نعم، وخاصة البيوت بلا ازاز، يعني ما في دوب الفيتراج تيحميهم من الصوت العجقة برات البيت. صوفي فهمت منك صح، عم بتقولي عم بتقدموا هودي هالكاسك صحيح للأطفال صحيح. ولا الاثنين للأهل او يعني للكبار او للصغار؟ نعم. كيف بيقدروا يتواصلوا معكم؟ الرقم هلا بعد شوي بتخيل بتحطوا رقمي على الشاشة. نعم. اذا بحبوا اوكي، يعني بيتواصل معكم من خلال رقم معين. هلا بنشوفه. عم بيقطر صوتك صوفي. مين؟ 1-0-1-1-0-1-1. يلا عم نشوفه بهالوقت، نحن عم نشوف الرقم ليتواصلوا معك ليحصلوا على هيدا الجهاز. عم نحكي نحن عن الاطفال اللي ما تعرضوا لاذى بس بفعل الصدمه والخوف، انما الاشخاص الى جانب هول هيدي الفاجعه هن يتعرضوا لجروحات، يمكن خضعوا لعمليات، فاتوا على المستشفى. قد ايه هون التأثير رح يكون مضاعف أكثر وأكثر على نفسية الأولاد وممكن يأثر على حالة النطق عندهم كمان؟ صحيح، هون يعني هون معقول انه الولد اكثر واكثر يكون معرض انه فجاه كان يحكي، يبطل يحكي، يبطل عباله يعبر عن مشاعره، مع انه نحن بالعكس هلا بنحبذ انه يحكي شو عم بحس. نعم. بس نحن اجمالا بنعلم يعني بالمجتمع عندنا اوقات كثير خاصه الصبي بنقول له ما تبكي وخلص وكل هالامور، لا هلا لازم يحكوا، لازم يقولوا لنا شو عم بحسوا حتى نعرف نحن شو بدنا نرد عليهم، شو بدنا نقول لهم، شو هو اللي صار حتى نحن نطمنه. بس بتعرفي صوفي، يعني عم بسمع كثير، بتعرفي يعني الهواء مفتوح لكل الاهالي اللي تضرروا، وعم بسمع كثير على لسان امهات وامهات الصبايا،
ما عم يعرفوا شو بدهم يجاوبوا ولادهم اذا طرحوا عليهم اسئله، هل بخبرون الخبريه مثل منا، هل بلطفوها شوي، هل يعني بيركبوها باطار قصه معينه وهن شافوا وحسوا. دائما هالاهالي عندهم هيدا الخوف، شو بدنا نجاوب؟ بنخبر الحقيقه ولا بنكذب او بنجمل الحقيقه؟ لا اكيد لازم نقول الحقيقه، بس ما فينا نقولها كلها سوا او بكل الصور اللي هن هلا عم بيتعرضوا على السوشيال ميديا على التي في. بس نعم، اذا ضروري نقول الحقيقه ونرجع نحكي مع الولد، نقول له بتتذكر النهار اللي كذا ونحن هيك عملنا، بدهم يرجعوا، لانه يمكن يعني عندك كل الامهات عم بيجوا او الاولاد عم بيرجع ينحكى بالتاثير هالموضوع على الاولاد. نعم، فمثلا في بنوت كانت ثاقبت نازله على السياره، وقتها صارت دغري طلعوا على البيت وصارت امها تغسل لها وجهها كثير كثير وفوتتها على التواليت وعرفت. فهلا نعم. هالبنوت عم بتخاف تفوت على التواليت او تغسل ايديها بالماي، لانه هالفاجعه عم بتذكرها بهيدا الحدث انه كيف غسلوا لها وجهها. ارتبط بمشهديه الانفجار. مزبوط، يعني عم ترتبط بدغري باللي صار. يعني شو كان في غير ام طلعت؟ يعني اكيد ردت فعلها طبيعيه، يعني انا كمان ردت فعلي كانت نفسها مع اولادي، كمشت كمان كانت بنوت، كمشت بنتها وشدت عليها وركضت فيها، بس هي اكيد يعني من خوفها شدت كثير على البنوت. فهلا البنت ما بقى بدها امها تعبطها، نحن بدنا نفهمهم هلا انه نحن هلا نعطيهم احساس بالطمانينه وانه بالسيفتي، بس نمشي معهم، يعني ما نغصبهم على شيء. اذا ما عم بيناموا مزبوط، ما عليه اذا ناموا عنا بالاوضه، ما بياثر هالفتره. اذا عم بيضلهم ورانا كل الوقت لاحقينا بالبيت كمان ما عليه، لانه يمكن نحن ما كنا بالبيت وقتها صارت، او مثل ما قلت رحنا على المستشفى كان في حدا مجروح، كل واحد كانت ظروفه شيء. في اولاد مثل ما قلت شافوا ازاز مكسر، يمكن بهالمحل ما كانوا وتكسر الازاز، لو هن ما انجرحوا ما بقى بحياتهم. اذا بدك بدهم يقعدوا بهالمحل، بدنا نفهمهم، ما رح نجبرهم يقعدوا على هالكنبايه لو صلحنا، يعني ناخذ وقتنا وشوي شوي هن بيرجعوا بيتحسنوا. الولد كثير يعني بيتاقلم مع الجو، بس لازم نحسسهم بهالطمانينه وهالامان، حتى شوي شوي ونحن نتقبل كل مشاعرهم شو ما هن، صريخ، بكي، حزن، كل شيء بدنا نتقبله، بس نساعدهم انه هن يعبروا عنهم برسمه، بحكي، بقصه، مثل ما عم بتقول باي طريقه. اذا حكيوا مع حدا قريب من العيله، يمكن ما يحكوا مع اهلهم، بيقدر حدا تاني مش يحركش بس يفتح السيره معهم حتى يعرف هن شو عم بحسوا، شو هي وجهه نظرهم. يمكن يجيبوا سيره التيتا، انه عند التيتا تكسر هيدول الاشياء وهيك صار عندها، مش عندهم بالبيت، لانه عم بيسمعوا كل شيء وعم بيعرفوا كل شيء. عن جد، لانه الولد لو ما بيقول هو عم بيتسمع على كل شيء وعم بيخزن. عم بخزن، اكيد عم بخزن، وهالتخزين بنمي عنده شعور خوف بيكون عم بيكبر. كرمال هيك يعني اصريتي على الاهالي انهم يسمعوا لاولادهم ويخلوهم يفضفضوا، شو ما كانت طريقه التفضفض، اكانت بعصبيه مفرطه، اكانت بصريخ، اكان بعياط، اكان يمكن انه يضرب حدا او يدفش كل شيء بايده يتقدم له. اذا ما بده ياكل ما انا غصبه ياكل تنعم، بس لا انه يبلش يضرب وهيك اشياء لا، بس بدنا نتفهم انه هالفتره اذا هو مغير بتصرفاته، يعني عم بيعبر عن الوجع اللي هو بقلبه، عن الخوف. فهون نحن بدنا نتقرب منه كمان اكثر ونجرب نحكيه، او اذا وقتها هو يحكي ما فينا على طول نجبرهم يحكوا، بس نحن نرجع نخبرهم القصه ونقول لهم شو صار حتى يكونوا هن عم بيطمنوا على هالموضوع. طيب بخبرتك صوفي كيلزي كمعالجة نطق، ممكن نشوف حالات يعني فقدان النطق عند الأولاد؟ صحيح، معقول يعني هالولد مثل ما كنت عم بقول انه كان طلق وعم بيحكي، بلش يحكي يمكن حتى من كذا سنة، هلا ما بده يحكي لأنه قد ما هو ما عم بيعرف كيف من وين إذا بدك بده يبلش. فهون بدنا نكون كثير عم نروح صوبه شوي شوي، ويمكن نعبر معه بغير طريقة، نعمل معه تمارين تنفس، نرسم، نلون، نعطيه ورقه نقول له ارسم اللي بدك اياه، ويمكن يرسم شيء له دخل بهالحادثه،
بهالفاجعه يعني. فهون بيرجع انه نحن عم نعطيه كل الوسائل حتى هو يعبر. وكمان بدنا نعرف كمان شغله الي سوري، الاولاد عم بخوفوا كثير هالفتره كمان لو هن ما تضرروا من الاصوات القويه، يمكن الجيران عم ينقلوا كنبايه تلاقيه فجاه نقز، طب طبشه باب صوت قوي فجاه ينقذ الولد. هون دغري بنقول له هيدي ها يعني هيدي شيء فوق عند الجيران، هيدا شيء وقع عندهم، هيدا الباب طبش، ما نعصب ونحن ننفعل كمان، لانه كلنا كمان عم ببين علينا الحزن وكلنا كثير متاثرين. ما فينا نقول له للولد ما صار شيء ولا ما في شيء وكل شيء تمام يعني هلا، ما فينا لانه كثير تاثير كبير يعني علينا كلنا نحن وما عم ننام مزبوط، كله في تاثير. صوفي يعني بتمنى ما اكون عم زيد عليك بالاسئله، بس عم تقولي انه كيف يتعاطوا الاهل مع الاولاد، الله يساعد الاهل كمان هن اكلوا صدمه ويمكن حالتهم النفسيه بدها معالجه على المدى الطويل، لان رح تترك اثارها علينا جميعا، وكيف حال اللي هن بصلب هيدي الجريمه اللي صارت. في كتار من الاشخاص يمكن ما عندهم مكان بقى يقولوا لاولادهم تعوا ارسموا، مش معقول يرسموا بين الركام والازاز المكسر والعفش المهبط، اذا نقلوا راحوا على بيت ثاني، بيت مش لهم، يمكن عند التيتا عند جده عند حدا من الاصحاب، هيدا شيء تبديل المكان، يعني انك تصلخي ولد عن غرفه نومه عن المكان اللي عالمه، خليني اقول تسلخيه وتاخديه على مكان اخر حتى لو امنتي له كل المستلزمات، الولد بيشعر صح قد ايه هون كمان بتلعب دور سلبي بتفاقم هيدي الحاله. صوفي اكيد اكيد بيتاثر الولد اذا كمان نقل من بيته ما بقى عنده بيت كل هالامور، اذا فينا نرجع نرجع كم لعبه كم غرض كم قطعه ثياب كانوا له، هدول كمان بخلوه يحس بشويه امان، لانه وقت يكون حس حاله خسر كل شيء هو شو اللي بيعني له؟ مش البيت بحد ذاته بيعني له، اكيد بيعني له، بس هي اغراضه ثيابه العابه التفاصيل الصغيره اللي كان هو يستعملها بالبيت، يمكن كان عنده كبيه صغيره هو بحبها، عنده جورد، هول التفاصيل، الشنطه معينه، التيشيرت هو كثير بحبها، مخديه معينه على تخته، اذا فينا اكيد حسب الظروف نرجع نجيب على القليله هيك كم غرض نحطهم بالغرفه اللي رح ينام فيها تيرجع يحس انه هو رجع لقى شويه اشياء، ونتقرب منه قد ما فينا، قد ما فينا نلعب معه، لو يعني نحن بعرف ما قلنا كثير نفس، بس شوي نلعب معه نقضي شويه وقت، لو بس قاعدين ماسكينه وحاطينه بحضننا، كثير نحضنهم نحسسهم بحب كثير قوي، هلا كثير لازم نحسسهم بحب لانه هيدا اللي بيعطيهم امان، لو مش حابين نلعب معهم على القليل نقعدهم بحضنا، وهو لانه هن عم بحسوا انه نحن يمكن ما قلنا قلب، مش قادرين، خسرنا كل شيء، كل واحد ظروفه اكيد لسوء الحظ، بالموجود نجرب نعمل شيء بخليه يحس حاله بامان. نعم، على سيرة الأمان صوفي، يعني بدراسة زودتنا فيها الصديقة شانتال سعادة خليل، قد إيه الأمان بيلعب دور أساسي بتحديد مسيرة الولد وتحديد شخصيته بالحياة لما بياخذ هيدا الأمان من العائلة، وعم نحكي عائلة يعني أم وبي بوضع جدا سليم، كيف حال اليوم؟ يمكن يعني للأسف امبارح أحد الآباء نتيجة الانفجار قعد جمعة بالمستشفى، إنما جسمه ما عاد يتحمل، فقد حياته ومولوده الجديد يعني كان عمره يوم، وطبعا هيدي الحادثة خضت كل المجتمع اللبناني إلا كل الحالات الضحايا اللي شفناها، يعني الولد اللي بيفقد حدا من أهله، وسمعنا كتير الأمهات شو بدي أقول لابني أو بنتي، بيكون وين راح أو أمكن وين راحت أو إخواتكم وين راحوا، يعني اللي فقدوهم وبطلوا معنا بهالدنيا. هون هي أكيد أصعب شغلة إلي، إنه ولد يخسر حدا من أهله، أكيد هي أصعب أصعب شغلة، بس الأهل العيلة مضطرين يكونوا صريحين، ما فيهم يعيشون بوهم إنه هو راح رح يرجع، لأنه الولد وقت تقول له راح
بفكر ان هالشخص راجع، بدك تكون صريح معه. انت عندك حزن، حزن كتير كبير، بتشارك الولد بالحزن اللي عم بتحس فيه، لانه هو كمان ما حيعرف ليش انت مثلا كتير حزين، او يمكن يحذر لنعتبر فيه شخص اجى لعندك او عم بيشوف اشخاص لابسين اسود، ما كمان الولد عنده اشياء بيعرفهم. صحيح. فما فينا على طول نغشه، نجرب نغشه او نقول له ما في شيء. مشان هيك هون الشخص اللي هو معلق فيه تنعتبر لسوء الحظ خسر حدا من اهله، الشخص الثاني اعتبر اضطر يظهر وما مش عم بيقدر يكون معه متواجد كل الوقت، يضل على تواصل معه، يحكي كذا مره على التليفون بنهار لو ولد صغير وما عم بيقدر يحكي او ما انه حابب يحكي، كذا مره اهله بيو او امه ساعتها تحكيه على التليفون تقول له بعد شوي انا جايه، ما يفلوا من البيت. أوقات الأهل بفلوا شخص منهم، بفل من البيت بلا ما يقول باي للولد، لا يقول له أنا راجع، أنا صحيح. هلأ بدي روح، لو بكي رح تضل تنعتبر مع التيتا، بس أنا راجع لعندك، أنا بعد شوي راجع لعندك. صوفي تفضل. لا إذا بدك تعفي الفكرة يعني وضحت، بتصور أنه يحسسه بالأمان أنه هو ظهر وراجع. بس بدي أختم معك صوفي، ما بعرف إذا بزعجك بهيدا الطلب، وبنعرف نحن يعني بهيدا المأساة اللي عم نعيشها قد اللبنانيين تكاتفوا مع بعضهم وحطوا كل إمكانياتهم بتصرف أهالي الضحايا وكل من عانى من هذا الانفجار. الرقم اللي وضعناه بأسفل الشاشة للحصول على هذا الكاسك، في إذا كان أي حالة يعني كتير مستجد وكتير طارئ يتصلوا فيك لاستشارة، يمكن لما بيحكوا مع أصحاب اختصاصي بيرتاحوا على القليلة، بحسوا أن حالهم عم يمشوا على خطوات سليمة. واللي قلتي اليوم بتمنى كتار يكونوا عم يسمعونا، وأصحاب العلاقة إذا ما كانوا عم يسمعوا بفعل اهتمامهم ببيوتهم بعائلتهم بإعادة الترميم يوصلوا لهم هيدي المعلومات ليقدروا يحافظوا على سلامة أولادهم مثل ما حافظوا عليها سلامتهم الجسدية والصحية، أيضا السلامة النفسية. في أي مشكل إذا اتصلوا فيك على هذا الرقم صوفي؟ أبدا أبدا. شكرا لك. ميرسي إلي. شكرا كلك زو. واتساب ما في اي مشكله يعني نحن بخدمة الكل. شكرا لك صوفي، الله يخلي لك عائلتك يا رب، والله يحمي الجميع. وانا بشكر مداخلتك وبشكر ايضا هيك تعاونك معنا، فاذا الرقم مرق باسفل الشاشه لكل الاشخاص اللي عندهم اي حاله مش عارفين يتصرفوا فيها مع اولادهم. صوفي كلزي معالجه النطق هي حاضره بكل رحابه صدر. ثانك يو لك صوفي كلزي. مشاهدينا بنروح الى فاصل اعلاني، من بعدها بنتابع نحن وياكم.